ولادنا بيعملوا جدارية كبيرة، وبناء على فعلا تكليف من اللي هو جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وهو بيشجعنا دايما وكل ما يعدي عليهم برضو يعمل نفحات حلوة يعني، رغم انه هو تعبان وجاي من السفر، قال لي انا هعدي عليهم واشجعهم بنفسي ففعلا هنا الشعب حسيت ان هو فعلا متحضر. وبعدين دول ايه؟ دول بنات مصر الجديدة، الجمهورية الجديدة، يعني قد بيتحملوا كويس قوي سواء كان دراسة، وبيقوموا بدورهم برضو ان شاء الله في البيت زي ما الانثى المفروض تكون لها دور. فانا متفائلة الجديد باذن الله والقادم افضل باذن الله. المطلوب منهم ان هم يعني ينقلوا كل ما تعلموه داخل جدران جامعة كفر الشيخ الى المجتمع ويفيدوا بلادهم. فانا الحقيقه طبعا كنت جاي من القاهره النهارده وبلغتني الاستاذ الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه بان اولادنا بينفذوا جداريه بناء على تكليف من معالي اللواء سياده الوزير جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ. فاصريت طبعا ان انا افوت عليهم واشد على ازرهم واحييهم، وشايف سيادتك كلك حماس ومعهم الفرس والالوان وبهدلوا نفسهم بقى، ما همهمش طبعا يعني ان هم لسه مخلصين امتحانات وتعبانين، لا انت شايف ان هم جايين بحب وبإخلاص ان هم عايزين فعلا يغيروا الواقع بايديهم ويكونوا يعني سبب لاسعاد كل من يمر في هذا الشارع ويرى هذا الجمال على الجدارية الموجودة في المكان اللي احنا واقفين فيه. الجدارية بتاعتي بتعبر عن التصميم فرعوني، واحنا في الجدارية كلها من الاول للاخر بنجيب تصميمات معاصرة وقديمة وحاجات تعبر عن المستقبل. فانا الجزء بتاعي بيعبر عن بنت فرعونية، وده حضارة مصرية قديمة، فبنهتم ان احنا بنبرز الحضارات المصرية سواء قديم وحاضر ومستقبل، بنبرزه على الجدار هنا، وطبعا بدعم وتشجيع الدكتور عبد الرازق ودكتور اماني ودكتور شادي المشرف على الـ على الـ على الجداريه. ان احنا بنزين شوارع، وكمان الناس مبسوطه وبتيجي تتصور معانا، وفي الناس بتيجي تلون معانا، واتمنى ان احنا نكون بنعمل حاجه مفيده وجميله تفيد البلد وكده.